اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء او دواحي مدينه الدار البيضاء. حنايا في مدينه الرحمه، هنا سكان اقامه سكنيه يحتجوا، وقع واحد المشكل وقع لهم في الاقامه السكنيه ديالهم. معنا واحد من السكان، ماذا نقربكم من تفاصيل هذه الواقعه هذه. الى امكن سيدي تقدم لنا راسك وتشرح لنا شنو المشكله عندكم هنا. السلام عليكم، معك زعشر خليل، ساكن في الجوهرة مدينة الرحمة. شنو واقع اخي؟ خويا الناس هادو ديال الاندلس. اخويا حنا ساكنين عامين، شحال من بعد انتم؟ حنا ساكنين عامين هنا، هذا هو العام الثاني. قلتيلي حنا سارين فلوس، ما مستافدين ما والو. حاطين فلوس صحيحة. حاطين داكشي اسباس، كاين اللي دير كريدي، كاين اللي مقاتل مع الوقت، الواحد اش دير؟ فهمتيني؟ حنا سيدي هاد الناس هادو جاو بغا يحفروا لنا الواد الحار، بغا يدوزوا لينا من قدامنا. قلنا لهم لا سيدي انتوا ما عندكمش، قلنا له عندكم انتوما شي حاجه، شي ورقه ولا شي اثبات قانوني باش تدوزوا الواد الحار من قدامنا؟ ماشي مشكل. قلنا لهم كان انتوما تدوزوا لنا الواد الحار من قدام من قدام من قدام الاقامه اللي عندنا حنايا، ما جاتش. قلنا لهم ولا ورينا البلو. قال لك لا، نورمالمون هما في البلو عندهم قسم يهبط الواد الحار، يهبط نيشان للشانك، يهبط لاكار نيشان. هما بغاو يدوزوا لنا من الباب، علاش؟ حيت باش يسلموا الاقامات ديالهم اقرب اجل. واخا هاد الاقامه توزعوا في الاستفاده ولا حتى هما بحالكم؟ لا حتى هما بحالنا، كاين فيهم اللي صحاب الاستفاده، كاين فيهم اللي غايخلص اللي حط فلوس. اللي غايحط فلوس. واخا هما ماشي محقهم يدوزوا، انتوما علاش خرجتوا؟ شنو قلقكم في هذا؟ حنا قلقنا من جات السلطات باش تنصفنا حنا زعما كمواطنين، بحال قلتي حكراتنا. واخا الا بغينا نهضروا على المشكل ديال واد الحار، الا داز واد الحار عندكم شنو غادي يوقع؟ غادي نمرضوا ولادنا، غنمرضوا عيالاتنا، غنوصل لينا حنا، غيجينا الناموس، غيجينا الخنز، غيتخلقوا لنا القواعد. غيوقع لنا مشاكل بزاف. مشكل كبير. فهمتيني؟ حنا اصلا ديجا عندنا مشكل هنا ديال الواد الحار. ديجا. الميناج ما تيمشيش. فهمتيني؟ ما تميناش على القواعد. يعني بروجي كبير كالبروجي ديال جوهرة الاندلس يتكب عندنا حنايا، ما يمكنش. دابا صور غتلقى غير ما تميناش باقي هكا في القرقارة، باقي مشوه. هما كاينين. بلاتي سالي سالي وما نعطيكش هضرة. هما في هذا البروجي هذا سميتو الاندلس كاينين 2700 ابارتمون. 4400 شقة. 4400 شقة. 4400 شقة. احسن لي يا خويا. هما البروجي ديالهم كبار من هذا. خليه يكمل حتى هو اللي يمشي عنده الماكلة. فهمتيني؟ وحسب معايا 4400 شقة غادي تجي تخوي لنا هنا. حنا أصلا عندنا أزمة في واد الحار. قولوا الصغار، قولوا الصغار. فهمتيني؟ القوات الصغار، يعني كي غنديروا حنا؟ واش غادي يبغى؟ واش بغا يخرجوا علينا؟ بغا يقتلوا لنا ولادنا؟ شنو بغا يديروا لنا هاد الناس هادو؟ سمعتيني؟ حنا هضرنا معاهم وجا القايد ديال هنا ديال المنطقة. حنا البارح مشينا عند الباشا، قلنا سيروا عند القايد، هو اللي غيلقى لكم الحل، ما لقاش لكم الحل رجعوا عندي. ملي جا القايد البارح ما دار معكم، ما دار معنا كل غيحفر صحه. واخا اللي غيعترض، اللي غيدير اعتراض غادي نعتقلو. كيشود عطيني عطيني الجار ما هزو حاليا اعتقلو. واخا عطيني دابا السيده تشرح لنا المشكل. اجي اختي خويا، هذا المشكل حنا عندنا من هاد الشي كيتيام دابا، حنا كنتصارعو معاهم على هاد المشكل هذا، باغيين يكبوا لا تعاودي. شنو عندكم؟ نعم شنو عندكم؟ عاودي لنا غير شويه. اش غنقول لك كيفاش من الاول؟ عندنا لاكار هنايا، البروجي ديال الاندلس كله باغيين يحولوا عندنا حنا هنايا، باغيين يديروا هنا قادوس يكب عندنا. حنا ما سمحناش لهم لان السكان بروجي كبير وكله غيلوح عندنا حنا هنا. حنا غنعيشوا في ضرر، حنا وليداتنا غنعيشوا في ضرر. يعني هذا السكن ديالنا حنا غنمشيو نلوحوه ولا نمشيو نشوفوا اش نديروا ليه ولا نبيعوه. ما غنقدروش نسكنوا هنايا ملي غيولي حالتنا بحال هكا، لا كارات عامرين هادي. ملي ما سمحناش لهم قال لك حنا عندنا الرخصه. دابا حاليا ملي جينا نشوف القانون ما كاين لا رخصه لا والو، جايين كيحفروا هكا الدراع، يعني الرخصه ما كايناش. واعتقلوا السيد معانا كيهضر على حقه، ما كيهضر على حتى شي حاجه اللي خارج القانون. يعني قال لهم عطونا رخصه وعندكم حق ديك الساعه تخدموا، ما عطونا حتى شي حاجه، يعني شي حاجه اللي قانونيه ما كايناش. واخا اليوم انتم شنو كتطلبوا؟ حنا كنطلبوا بان هذا الشيء ما يكونش، يعني ما لقاش عندنا يحولوا عندنا لاكارات صغار. ما يمكنش لاكار ديال ديك البروجي في 4400 سكن. الاخوان تباعدوا، الله يرحم الوالدين. تباعدوا واش الدراري كلكم رجعوا لواصحاب. صح خليو عندنا كبار والناس كبار، الوليدات الصغار ما عندكم ما تفيدوا بهذا الموضوع. بنتي سيري عند والديك، الله يرحم الوالدين، اللي عندها شي وليد علاش مخرجين معاكم ولادكم الصغار؟ كتجمعوا ناس. واخا لاله شنو كطلبوا لهم؟
حنا كنطلبوا بالسلطات انها المسؤولين تعطينا الحق ديالنا. ما يمكنش بروجي قلت لك كبير في 4400 سكن يكب في بروجي في خمسة جروبات، كل جروب فيه تقريبا شحال تاع الموبلات، يعني خمسة ستة الموبلات. ما يمكنش لي كاع عندنا حنا صغار، هما لي كاع عندهم تبارك الله قدشنا هما يكبوا عندنا حنا، ما يمكنش. وكاين فين يمشي؟ ما عندهم فين يمشي، ضروري عارفين باقي السكن قدامهم، باقي الدار قدامهم، وما بان لي معاه هنا حيت قريب، يعني غيتقام عليهم بواحد الميزانيه رخيصه، باغيين يضربوا المارشي ليهم هما وحنايا يهلكونا ويهلكوا وليداتنا ويهلكوا فلوسنا حنا تمشي تضيع، حنا شرينا السكن بفلوس ما حطيناش على هكاك. حنا غنضيعوا غنتشردوا حنا وليداتنا ملي غيولي الخنز مشرشم علينا هنايا، ماشي الماء ديال الشهر، الماء ديال الحار. واد الحار، واد الخنز. هادشي علاش حنا معتارضين. شكرا لك لاله، شكرا للتوضيحات الكامله. تفاصيل اكثر غادي تلقاها حتى شي ديال السلام عليكم. شنو كطالب واش دير شنو وقع لكم؟ وانا كنطالب انا شخصيا كاع مع السكان كاملين راه كيتسعى عليه، راه تسعى عليه كيقنص كبير تما. لا نورمالمون عندهم خاص يعطونيش. حنا هادشي كنطالبوا يجيبوا لنا على بلونس كاين من الجامعه ولا من اللي ديك يتحاوروا معنا، ماشي يجي واحد يقول لك لا باغي نحفر هنايا. لا ترى كاين انا راه غادي نقول لك شوف دابا شوف تلقى الله انا هاد الشيء شوف شوف الاخ دابا هاد الشيء فين هنايا ديجا كيقوس مخلوق ديجا اصلا ما كنعيطوا للسلطه حتى واحد ما كيجي عندنا حيت كثر من الطور الزبل كنبقى نغوتوا العاده والتليفون حتى واحد ما كيجي عندنا دونك شنو الحل؟ يجي عندنا مولي داك الشيء اللي مسؤول على هذا المشروع كامل وهاد الناس يجيبوا لنا خويا اللي طالب هذا الشيء ويعطي واحد الالتزام التزموا بان هذا الشيء ما كاينش دار من بعد ماشي انت خويا هذا هو المطلب. راه شوف راه ديتي الكاميرا ديال هيه راه كاين تما اقامه اللي كيتبنوا تما وديجا حافرين هادي عام حافرين القوس كبار تما كاين يديروا شي معيش هذيك الشيء ما يمكنش دير تموت ودير عرض ما يمكنش ابدا هادشي كتبقى السكان هنايا. شكرا لك الله يحفظك. اذا المشاهدين الكرام كانت هذه تفاصيل ولكن دابا حنا كان عندنا مشكل مشكل راه ما حبسش لينا القطيع سجلت الجماعه حنا بحال عندنا مشكل مع القطيع. لا دابا مالك المشكل مع الاقامه السكنيه اللي غتحضر لكم دابا مازال القيد موجود. قال لك غيدوز الواد ايوا راه اقامه ماشي القيد. اقامه راه هو اللي قال لك غيدوز واخا السلام عليكم واخا خذ اخويا فهمتي قرب الميكرو فما كاتسمع. القيد هو اللي قال لك واخا شنو كطلبوا اسيدي اليوم؟ غادي ندوز الصحه. شنو كطلبوا اليوم اسيدي؟ غنطلبوه ما يدوزش الا كان في البلان يدوز الا ما كانش في البلان ما يدوزش. قالوا لك غير ضركم هذا هو اللي غيدوز الا كان غيدير فهمتي ما يدوزش. السلام عليكم خويا تنطالبوا بالسلطه المهنيه خاص الكلوب يجيو الناس المعنيين ماشي يجيب لي تراكس ديال شي شركه اخرى ويخلص ناس اخرين يجيب الناس المسؤوله اللي داك بحال هكا باش نشوفوا هنا شنو واقع ماشي يجيب لنا ويقول لنا اش بغيتي نتفاهم معكم ولا حتى هو تيقول لنا واش بغيتوا الحل الانسب لكم. الحل الانسب لينا هو ما تدوش لينا الواد الحار من لهنا حيت ديجا الناس دايرين معاهم كونترات باش يسلموا من المفاتيح ديالهم وهذا البروجي هذا هو اللي معطلوا عليهم وبغوا احسن طريقه يدوزوا من هنا ويعطيو الناس الصوارد ديالهم. تبارك الله عليك سيدي. شكرا لك على التفاصيل الكامله. مشاهدينا الكرام تفاصيل اخرى غادي تلقاوها قناتنا قناه القرب شوف تي في. حنا غنحاولوا نقربوكم اكثر من المشكل الى جيتي تفهموا باش يفهموا الناس اللي ما عرفوش الاقامات السكنيه هما الاقامات هاد اللي كاينين الفوق وهنا كانوا اللي تخافوا على اساس انه يدوز الواد الحار. هاد الإقامة اللي الكثافة السكانية ديالها قليلة مقارنة مع الإقامة السكنية الجديدة اللي يلاه كطيب. نتمنى هكا نكون وضحنا لكم أكثر ماذا يقع. تبقاو على خير تلقاو معكم في لايف آخر. السلام عليكم.